هل يمكن تناول الياغورت بعد انتهاء تاريخ صلاحيته؟ خبيرة تقطع الشك باليقين. يتساءل العاضدون عما إذا كان بالإمكان استهلاك الياغورت بعد تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته، وهو ما أجابت عنه عالمة الفيروسات أوسيان سوريل على إنستغرام، حيث أكدت في البداية على أنه من أجل تجنب أي خطر من الأمراض، فمن المهم أن نراعي التواريخ المذكورة على التسميات. كما توضح الوكالة الوطنية الأمريكية للأمن الصحي للغذاء والبيئة والعمل. ومع ذلك هناك العديد منا الذين يتساءلون عن الياغورت، هل هناك خطر في تناوله بعد تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته؟ تقدم العالمة المذكورة إجابة واضحة حول هذا الموضوع، وتقول أنه في حين يجب على المستهلك أن يحترم دائما تاريخ انتهاء الصلاحية، إلا أن هناك حالات استثنائية مثل الياغورت. ففي الواقع وفقا للعالمة، نظرا لأن هذه المنتجات تحتوي على أحماض تحتوي على العديد من البكتيريا والأحياء الدقيقة التي لا تحب هذا النوع من البيئة للتكاثر، يمكننا بالفعل تجاوز تاريخ انتهاء صلاحية الياغورت بضعة أيام، ولكن ليس لأسابيع أيضا. ومع ذلك إذا كانت هناك استثناءات تتعلق بالياغورت فإنها لا تنطبق على جميع المنتجات الألبان. وتوضح المتحدثة أنه بشكل عام من المستحسن احترام تواريخ هذه المنتجات لعدم المخاطرة.